هذا البرنامج يقدم لكم بمساهمة فندق رودينا. أهلا بكم. ضيفتي معلمة إحساس وموسيقى، تهذب الأسماع وتلامس بإحساسها المرهف حد السحاب. بين الباهية وهران ومدينة قسنطينة مدينة لهوة والجسور المعلقة يتعلق قلبك بإطلالاتها. عاصرت الكبار فأشادوا بصوتها. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شجرة العيلة. مرحبا بكم من جديد. سعد بوعلي، مساء الخير. مرحبا بك. مساء الورد والياسمين. صحة فطورك. عايشك. صحة فطورك انت تاني. والحمد لله بخير مع رمضان. ممتازة صاحبي رمضان، نتفاهموا انا وياك. واش تحبي دير؟ نعطروك. ديروا كيما ناس بكري خي عطروك. سنة. شكرا. صحتين حتى هكذا. ميرسي بوك. عايشك. هذا يرحم. زي ريحتك كي نقولوا احنا. احنا وين؟ كي قلتي احنا؟ احنا في وهران. في وهران نقولوا زي ريحتك. سعدة جدا لك معنا اليوم في شجرة العيلة. سعيدة انا ثاني. نحن ايضا نحن اسعد. شكرا. من الاصوات الكبيرة في الجزائر. نعم. قدمت. نعم. العفو. كبيرة يعني. الله يسلمك، تربينا على صوتك و أغانيك الوطنية وأغانيك غرد البلبل. يوما. شو أكبر سكسي لك اللي تحسين أنت سكسي؟ نظن مانيش أنا. مش اللي شفناهم؟ مانيش أنا. نظن اللي أخذت صدى كبير هي مانيش أنا. بعد ياليام وكيف عمالي وحلتي؟ كيف عمالي وحلتي؟ مع فتحي الله. أحمد فتحي ربي يرحمه ويوسع عليه. فجأة جو أنا. والله اللي خمم فيه هو المرحوم عبد القادر مغني، كانت الفكره تاعو وكانت عجباته الكلمات، لانه الكلمات كانت مغنات طبعا تغنات قبل بشعبي. الكلمات هو دارها عصرنا وفكر انه يديرها ثنائي، وفعلا شفت النتيجه، خرج ثنائي ممتاز ما شاء الله. وزادت عطات له السيدة الممتازة ليلى هذاك التصوير اللي في رياض الفتح اللي أخذ بداياته. بداياته. وش من عام؟
اكزاكتلي جو بونس 86 86 لانه الاغنيه تسجلت 84. حضرت حاله في بيادي ميوزيك في 91 90 فعلا درت حاله وهي اكيد انها حطمت اكبر يعني اكثر الاغنيه كانت تفوت في التلفزيون باستمرار والاذاعه باستمرار في التلفزيون ليت باراد كانت باسي طول الوقت. رحب بك من جديد ونروح واياك وبك اهلا. فالحوار الاول هو حوار الجذور. مرحبا بك في حوار الجذور. نتعرفوا على سعاد بوعلي جذورها من اين ومن وين. وبدايه نبداو بالتراب نتحدثوا على الجذور. انت جبتي لي هذه وهذه زوج جبت بمعنى زوج. بمعنى وش هذا شويه طراب هذا شويه لانه اخذته من عندي ورد في الدار جبتها من مدينة الجسور المعلقة. وهذا من وهران. من وهران. من وهران. وعلاش هذا من قسنطينة وهذا من وهران؟ باسكو سعاد بوعلي مسقط رأسها قسنطينة. وين زايدة؟ في أي حي في قسنطينة؟ سيدي راشد. ما شاء الله. عايشك. أنا بعد إذنك راح نخلط تراب قسنطينة مع وهران. يلا، أنه كله تراب بلادي. وش يعني لك تراب بلادي؟ يعني بزاف اشياء انه كلنا من تراب ونعود الى التراب. هذا من جهه. وهذا التراب اللي لقيت فيه مفتاح. اها ان شاء الله ربي يفتح عليك. مفتاح خير. خير ان شاء الله. مفتاح فرج ان شاء الله. ربي يفرج علينا ويبعد عنا هذا الوباء والبلاء. واش قلت لي على التراب؟ قلت لك تراب بلادي هذا منه خلقنا واليه سنعود اكيد. وطبعا هذا التراب اللي ماتوا عليه مليون ونص مليون شهيد. ف ربي يرحم الشهداء. كي انت فنانه ومطربه كي نقول لك وطن وطنيات واش تقولي لي انت؟ نقول لك بزاف اشياء. نقدر تغني لك، نقدر نحكي لك برك على حبيبي هذا الوطن. واش نسمعك؟ حاجه وطنيه. يا ناس أباه حب المختر، يا ناس أماه عز الأكبر، لو تسألوني نفرح ونبشر، لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر. الله عليك. ثورتنا اجمل ما فيها انها كانت عندها جوانب كثيره، جانب فني مسرحي حتى رياضه حتى، فكان نضال بكل اوجه نظرنا من أكيد. من اجل الحياه اكيد بكل الطرق والاساليب لازم. شكرا على هذه الهديه اللطيفه والله والجميله جدا. بارك الله تستاهل. فيك زعما في رمضان. ايوه سبحه صغيره حطها في السياره ونخليها في جيبي. لا سبح بها، تخليها في السياره يعني مفضل انك تسبح بها. وعلاش زرقاء؟ لانه اللون المفضل تاعي. عجبني انا نموت في الزرق. عجبني قلت المهدي كيفاش درتوا لي الديكور زرقاء من بالكم بنحب الازرق. الازرق سمعتني. سمعتك نسمع كل شيء. اكيد نسمع أكيد. كل شيء. اكيد مرحبا بك معنا. اذا قسنطينه اصلكم من قسنطينه؟ نعم. لكن عايشه في وهران طول عمرنا نعرفوك وهرانيه. لاني انا جيت لوهران وعمري سنتين. مع الوالد والوالده؟ مع الوالد والوالده. هاجر من اجل العمل ولا؟ هو الجد اللي جا لوهران لانه كان يشتغل في السكه الحديديه. وكانوا لي شومينو وكانوا يسو دي بلاس. وبالتالي كي جا، وبما انه الوالده تاعي ربي يرحمها بنت خال الوالد. عائله واحده فنتنقلوا مع الجد الى مدينه وهران. وانا كان عمري سنتين. ما شاء الله. ومنها قعدنا في وهران الى يومنا هذا. ما رجعتيش لقسنطينه؟ رجعت في حفلات. اول مره رحت لقسنطينه واحساسك؟ اول مره طلبت من الوالده ربي يرحمها انها تزور المكان اللي انا تولدت فيه. وفعلا داتني سيدي راشد. اي سنه هذه؟ شحال كان في عمرك؟
في عمري تقريبا كان 18 سنة. ما شاء الله. وفي الدار هنا في وهران العوايد كانوا عوايد قسنطينة بالأم قسنطينية، يعني المازهر في القهوة. أكيد أكيد أكيد، حتى من طريقة الطياب كان في، كانت تستعمل والدة كل أطباق القسنطينية بزيادة على أنها تعلمت الأطباق الوهرانية. وانت وش خرجتي؟ في زوج. نص نص؟ في نص نص. الوالده كانت هكا هكا، الوالده الله يرحمها كانت يدها بنينه، كانت يدها بنينه بزاف، ما شاء الله ما نقدروش نلحقوا الطياب تاعها. شبح الصفرة كلش راحت لنا اليوم، كون درنا شبح الصفرة باش نتكلموا عليه، لانه بلا قسنطيني 100% جزائري و1000% قسنطيني. الشرب افريقي هي اللي بتاني، وعندنا الجاري بون شرب افريقي ولا جاري نفس الشيء. لا لا تعجبني في قسم ثاني نقول جاري. جاري خلاص، جاري خويا. ما شاء الله عليك. العائلة، شجرة العائلة هنا تكونت. نعم. لحقوا أفراد آخرين من العائلة؟ من العائلة. بنيتوا عائلة لا جديدة؟ لا لا لحقوا يعني جدي لحقوه أولاده تقريبا كلهم. العموم كان عنده الأخوال. 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 أنا ما عنديش عموم، عندي عم واحد. لأنه والدي ربي رحمه كان عنده أخ واحد فقط وخمس أخواتات. كلهم بقوا في الشرق، لكن الوالدة والدها جدي ربي رحمه وجاب تقريبا كل ولاده الوهران، قعدوا في وهران. يعني والدتي كانت البنت الوحيدة وعندها ثلاث إخوة ذكور. ما شاء الله ما شاء الله. ما يقول قسنطينة يقول مالوف، على ما غنيتيش مالوف. والله أنا كبرت على صوت فيروز، وعلى هذا اللي شوية رحت للأغنية الشرقية بداية للطرب، وطبعا هذا ما يمنعش انني غنيت الاغنيه الجزائريه الوهرانيه. والمالوف ما كنتش انا صوتي يمكن غير مخصص لهذا النوع. ما فكرتيش فيها اصلا؟ ما فكر والله، رغم انه ربي يرحمه محمد طه الفرقاني في عده حفلات ربي يرحمه، لقينا في قسنطينه معاه. ايوه في البرنامج، كان اقترح عليا يقول لي ارواحي برك، يا ارواحي يا طفله هكذا يقول لي ارواحي برك ونديروا حاجه ونقول ان شاء الله. هو كعرف واحد في وهران هو في قسنطينه تجيك شويه صعيبه، ولا والله غالب ما دارتش ما دارتش. ولو كان نديروها زعما اليوم ديفي تحدي نسيو من وعدك بوالو. نجربوا المهدي، جيبوا لنا جمال بن دحمه، على بالي انه جمال بن دحمه راح يلتحق بينا في البلاطو الثالث. جمال بن دحمه ما تخافيش. تخافيش. لا تقولي قسنطين. شكرا لك، بارك الله فيك حبيبي، اهلا وسهلا. صحة فطورك سيدي الكريم. تفضل حبيبي. مساء النور. اهلا وسهلا. صحة فنان راقي. هاك. شكرا. عطيت لك مديتها. شكرا. بارك الله فيك. ما كناش معولين لانه هكذا طلعت لي في الراس نسمعك قسنطيني. قسم مالوف هكذا عمرك ما طلعت عمرها ما غنت المالوف. يلا نجربوا اليوم. شوف فراق غزالي. ايه فراق غزالي. فراق غزالي. فراق غزالي. عين تنحى. فراق الحياة يبدبل الروح، يا عيني بالدمع نوحي نوحي، نبكي والقلب مجروح من يوم فرقت بروحي. فراق الحياة بالروح، يا روحي يا عيني بالدمع نوحي نوحي، نبكي والقلب مجروح من يوم فرقت بلادي. فراق غزالي والعين تنحم من الفراق غزالي، اه والعين تنحب حتى بس.
الله هذا واش بارك الله فيك. أوف. عرقني عرقتني يا مهدي والله يا ريان. صعب مالوف صعيب. لا حبيت نسمعك هكذا برك جايه لبست لي قسمطيني. وما تغني ليش قسمطيني واسمع القندوره اللي لبستها ان شاء الله نكون برك ما هرتهاش. واسمع القندوره. لا لا فرقاني. اسمها فرقاني. هو اسمها الحقيقي؟ حقيقي جبه فرقاني. مجبود؟ لا جبه فرقاني وتصنع ومصنوعه من المجبود. الفرقاني يعني الفرقاني هو اللي دخل الاسم مع عائله الفرقاني اللي هي اصلهم الحقيقي الفرجاني. واصلهم مش نسبة من قسنطينة نسبة لندن لهذه القاطفة لانها لكن اسم الاسم الحقيقي لا يا قندورة المجبود. مجبود الفتلة والمجبود. المجبود في الخدمة والفتلة في الخدمة. فيها الاثنين. وين الفتلة؟ هاي الفتلة هاي لك الفتلة هادوما فوالا وهذا كله مجبود. إيه المجبود مخدوم على داخل والفتلة على برا. نعرف شوية برا برا في زوج الفتلة والمجبود. يلا زيد لي فيروز بياتيري. هذا كل مش محضرينا باش نتفاهموا ولا نديروا على جمدو. على جمدو طير الورواء على جمدو. يعطيك الصحة. قبل ما نروحوا للحوار الأغصان شحال عندك ولاد؟ ثلاثة. عندي زوج بنات وولد. إيمان. مريم. مريم. وإسلام. وإسلام ما شاء الله تربى في عزك. إسلام الصغير شحال في عمره؟ 13. الآن 13 سنة. بعد راح نكتشفوا صورهم في أبوهم العيلة ونتكلموا شوية عليهم. نروحوا اياك لحوار الاغصان بعد قليل. شكرا لك جمال. عاد نتلاقاو في الفقره الاخرى ان شاء الله. شكرا لك. جمهورنا الكريم نعود اليكم بعد قليل. سعاد بوعلي مرحبا بك في حوار الاغصان. بك مرحبا. بيناتنا حاجز اللي هو الشجره لكن القلب مفتوح ان شاء الله. اكيد. اهلا وسهلا. اهلا بك. الحان والشباب كانت بدايتك؟ نعم 1982 محطة وهران وانتقلت للعاصمة في لتأديت الحفل الأخير. شكون كان معك؟ كانوا معي كثير وأسماء اللي أصبحت تقريبا كلها نجوم. شاب مامي، زكية محمد، محمد العراف، سامية بن نبي. هذول الأسماء اللي بنزينة. هذو الأسماء اللي أنا نذكرهم. هذو كل في سنة؟ كلهم في سنة 82. فيما بعد شاءت الأقدار تعودي رجعتي للحان والشباب لكن رجعتي كحكم. كحكم نعم. كيفاش تقديت في السينما؟ كان في 2007 و2008 و2009 ساعة
استدعتني الحانوت الشباب ورحت كحكم، كانت تجربة جميلة. فقط انه نذكر انه في 82 اللي ادى المرتبة الأولى ماهوش مامي، لا داها محمد العراف. محمد العراف الأول اللي غنى الأطلال، ومامي غنى ياد المرسم. ومامي قبل ما يطلع المنصة كان يتمنى ما يكونش المركز الأول، لأنه هو سمعها وهما سمعوله فالمركز الأول كانت الجائزة عبارة عن آلة سانتي، والمركز الثاني عبارة عن أكورديون، ومامي كان ميت على أكورديون. هذه الأول ما ندخلوها الكواليس. عانيتي من صراع الأجيال مع أنه كنت من جيل وعصرتي العمالقة؟ لا الحمد لله، العصر تاعي كان ممتاز، وما نظنش أنني عانيت من صراع الأجيال. بعد الحنو شباب كان عليك لازم أنك تختاري طبع موسيقي، واش اخترتي؟ ولا دائما كنت نختار في الحنو شباب الأصوات اللي هي عندها فعلا طاقة. تي هنا في وهران تعرفتي مع أهرامات الفن في وهران تقريبا كلهم، ودليل ذلك أنه في الحنو شباب في النهائي هذا مامي من الغرب، أنت من الغرب، سامية بنابي من الغرب، زكية محمد مش من الغرب، لا زكية محمد ومحمد العرب فقط اللي مش من الغرب. قصدي أنه دليل أنه وهران أنجبت العديد من الأسماء، وفي الطبعة هذه ثلاث أسماء طلعت الأولى يعني بين الأولين. الحمد لله كانت أصوات جميلة، وشاءت الصدف أنها تكون في نفس السنة وفي نفس اليوم. اختيارك كان لطبع الشرقي. كنا نعرفوا أنه الشرقي ما يوديش بعيد كما يقولوا. يقولوا وفعلا ما يوديش بعيد. دارتها حزيبة عمروش وكنت انت وراها. أكيد مش غير أنا، أكيد كل اللي بدأوا بالشرقي نحرفوا شوية على المسار تاعهم، لأنه الشرقي في بلادنا صعب. لو يرجع بك الزمن 20، 25، أو 30 سنة للوراء، بنقول للزمن ارجع يا زمن يا ريت. أعطيني 5 أشياء تودين تغييرها، قرارات اختيارات. أكيد أولا أنني أهتم بالفن أكثر، أنني أقدم ألبومات أكثر، أنني أنا اللي نروح نبحث عن المنتجين، ما نخليهمش يجيو يبحثوا عليا، وهذه الغلطة اللي أنا درتها واللي خلصتها غالية كما يقولوا. 5 أنا في 3 يعني نأجل شوية الزواج تاعي، ما نخليهش كان قريب بزاف. وخامسا شنو نقدر نقول، يمكن عندي غربة. عندي غربة؟ معليش معليش. زواجك الأول؟ نعم. وزواجك الثاني؟ مش تقدري تقول عليهم في زوج؟ الأولى كانت في زوج انتهوا بطلاق. الأولى كانت طيش شباب، لأنه في 24 سنة كان المفروض أنني نهتم بفني أكثر من أنني نبحث على أني نكون عائلة. وانتهى بطلاق بعد 11 سنة من الزواج وإنجاب إيمان ومريم. أما الثاني فكنت أبحث على أب لأولادي، لأنه الأولاد صعب أنك تربيهم بدون حنان أب، وانتهى بطلاق للأسف. ولكن اللي ربحت منه ربحت إسلام. عندك عقدة الأب، ذكرتي الأب أكثر من مرة. أنا كانت علاقتي كبيرة ووطيدة بأبي، وبالتالي تمنيت أنه أولادي ما يكونش عندهم هذا الفراء وهذا النقص، لأنهم بنات، والبنات دايما لازمهم هذاك الحنان الأبوي اللي كان ما وجدوهش في الأب تاعهم. واش وجدت انت في الأب في الوالد تاعك؟ كل حب، كل حنان، كل الحضن الدافي، الكتف التي استند عليها، كل هذا وجدته فيه. واش كان موقفه من اختيارك للفن؟ في البداية ما كانش موافق، لكن بعد ما ساير معايا شوية المشوار تمنى لي التوفيق. أول مرة جا لك نزلك من المسرح كان حاب يضربك. هذيك في البداية فعلا، شكون قال لك هذي؟ فعلا كانت عندي حفلة وجا وزعف لأني رحت تقريبا بتخبية. هل أنت قاسية على أولادك؟ أنا ماشي قاسية على أولادي.
سمعت انه نشرت الثامنه او جينيريك نشرت الثامنه التلفزيون الجزائري كانت هي موعد النوم للجميع. اكيد. هل هذه صرامه او هذا لفائده لفائدتهم؟ لانه اولاد لازمهم عندهم وقت يديروا 14 ساعه تاعهم تاع النوم لازم يديروها، وباش يديروها خصهم يرقدوا على 8، وبالتالي كانت النشره هي الجرس. كنت في التربيه والتعليم؟ نعم، كنت استاذه في الموسيقى. في الموسيقى. كيفاش كنت تعاملي ابنائك مقارنه بتلاميذك؟ نفس المعامله طبعا. انا اولادي عندهم معامله خاصه فيما يخص حنان وحب، لكن تلاميذي حتى هما كنت نعاملهم تقريبا كانهم اولادي. انت ملكه مداح، جهيده، ساميه بن نبي، سوريا كنان، صباح الصغير الله يرحمها، صباح الصغير ربي يرحمها، كلكن اصوات كبيره، لكن كي نجي نشوفوا في النهايه رأيك. لا اصوات كبيره بشهاده الكثيرين. نعم. وما رحتوش بعيد. لانه للاسف كانت القرارات كلها تؤخذ في ليست في مدينه وهران، وبالتالي الاصوات التي كانت في مدينه وهران بقات في وهران. هل كان يجب الرحيل للعاصمه باش ننجح؟ اكيد. مامي ما رحلش للعاصمه ونجح، خالد ما رحلش للعاصمه ونجح. كان عندهم نوع الاغنيه تاعهم اللي سهل لهم المهمه. هم من صنعوا نجاحهم. فعلا. انت رحتي لفرنسا باش درتي الالبوم الاول، وبالفرنسيه وبالعربيه. انا الالبوم كان، اسمحوا لي على التقربع، الالبوم كان اساسه بالفرنسيه. المرحوم محمد زيتوني لما الف هذا الالبوم الفه بالفرنسيه، وانا اشترطت عليه انه ما نقدرش نغني له هذا الالبوم الا اذا يدير لي نسخه باللغه العربيه. وفعلا كلم الاستاذ حمومي حميده وكتب الكلمات بالعربيه، وبالتالي اصبحوا البومين بدل من البوم واحد. واش من سنه؟ سنه 88. كان ممكن انك تبداي من باريس، علاش ما كملتيش؟ والله انا نحب بزاف الجزائر، وبهذا ولدت ما قدرتش نقعد في باريس. صح. شفت فرصه اخرى، رحتي للسعوديه درتي البوم خليجي. ما رحتش للسعوديه، درت الالبوم الخليجي في المملكه المغربيه في المغرب. وخرج ودار صدى كبير، حتى انه الملحن اعترف انه النسخه التي طبعت في الاول انتهت في السوق، واضطروا على انهم يديروا نسخه ثانيه. الفن في زمنكم كان ما يوكلش كما نقولوا بين قوسين. فعلا. اضطرتك الظروف انك سكنتي في فندق، صحيح؟ صحيح نعم. كم في بدايه سنة؟ زواجي انا سكنت في فندق 4 سنين. على؟ باسكو ما كانش عندي سكن. سعاد بوعلي محطة وهران درت عليها روبورتاج، فيما بعد تحصلت على سكن؟ لا ابدا. ولا مرة؟ ولا مرة. انتقلت إلى المغرب؟ نعم. كنت أحب أبحث عن عمل حتى أتمكن من شراء سكن في بلادي، ولكن اشتغلت في المغرب لمدة 6 أشهر ودخلت لوهران، لأني ما نقدرش نعيش برا وهران وبرا الجزائر. واش كان رأي الأساتذة الكبار، بلاوي، الهواري الله يرحمه، أحمد وهبي ربي يرحمه، أحمد وهوي، هذه الأسماء الكبيرة، واش كان رأيها في صوت سعاد بوعلي؟ كانوا كلهم يحبوا صوتي، والدليل أنني غنيت لهم ألحانهم، فهم مشكورين وربي يرحمهم ويوسع عليهم. كم من أغنية عندك؟ والله ما حسبتهمش. بزاف؟ بزاف. لكن 3 ألبومات فقط. نعم. قرار لباس الحجاب كان أي سنة؟ كان 2011 لما انتقلت إلى البقاع المقدسة وربسته تقريبا وأنا رايحة للطائرة. جاب سهولة ولا جاب؟ جاب سهولة، جت وحدها. قررتي بعدها التوقف عن الغناء؟ لا أبدا. أنا عمري ما قلت أني توقفت عن الغناء، فقط كانت مجرد اشاعات في بعض الصحف. عاودتي رحت مؤخرا للعمره؟ رحت 2011 13 14،
و2019 كانت هديه من الديوان الوطني لحقوق المؤلف. ايوه ما شاء الله. وكانت قرعه. كانت قرعه وما كنتش عارفه. عيطوا لي قالوا لي سعاد خرجتي في القرعه باش تروحي العمره. فرحتي؟ فرحت طبعا. لكن اول ما لحقتي للبقاع المقدسه جاك خبر فعلا مؤسف جدا. مؤسف، كان وفاه الوالد ربي يرحمه. انا وصلت لنهار الحد، درنا العمره تاعنا الحد، نهار الاثنين توفى الوالد. كيفاش لقيت النبا؟ صاعقه. واش درتي اول شيء ما سمعتي؟ رحتي صليتي؟ توضيتي؟ صليتي؟ واش درتي؟ توضيت ورحت جلست امام الكعبه وبكيت بكيت بكيت النهار كله، وكنت صايمه هذاك الاثنين، كنت صايمه بكيت حتى المغرب، وصليت العشاء ومن بعد دخلت. والغدوه ثلاثة الصباح رحت مباشره درت له عمره، يعني الوالد تاعي قبل ما يدفنوه انا درت له العمره تاعه. ربي يرحمه ان شاء الله. ربي يرحمه ويسالح. واش تقولي له كون جا هنا اليوم؟ حبك. على ما كنتيش تقوليها له؟ ماشي بزاف. على؟ يمكن ما تعودناش. في تربيتنا احنا الجزائريين ما نقولوش؟ ما نقولوش بزاف نحبك، الناس اللي نحبوهم فعلا. كان يجيك بزاف هنا الوهران؟ هو موجود في، كان موجود في وهران. لا قصدي كان يجيك للدار بزاف؟ لا، أنا اللي كنت نروح ليه. وش علاقتك بالإخوة؟ كانت علاقة ممتازة، لكن مؤخرا شوية أصبحت العلاقة يعني كل واحد في داره كما يقولوا. نعرفوا أن الوالدين يحضروا يحظيوا دائما على أن الأبناء يبقوا بين وصاياهم وأنهم يبقوا متحدين. فعلا، ولكن كي توفى وتولي صعيبة أنه الأولاد يبقوا متحدين. مش تاع من الحال. شحال عندها ملي توفات الوالدة؟ الوالدة 14 سنة والوالد سنة. حسيتي انكسار لما توفات الوالدة ثم انكسار آخر؟ الوالدة كانت فعلا الحياة كأنها توقفت. وبعد الوالد اللي يروح لدار سعاد بوعلي يشوف غير الأصدقاء، ما يشوفش القرابة بزاف، ودارك ديما مفتوحة. الحمد لله، أنا نحب كثير الناس ونظن أن الناس تحبني، وبالتالي نحب دائما الدار تكون فيها ضيوف. هذا أنا. تحس على نوع من التعويض؟ لا لا، مش تعويض، أنا نحب، ما نحاولش نعوض لأنه ما نقدروش نعوضه، لأنه كل واحد عنده مكانة خاصة. شو تقولي لإخوتك اليوم من هذا المنبر؟ ربي يهديكم. شكرا لك سعاد بوعلي. نعم. كنا في حوار الاوراق. شكرا. حوار الاغصان، عفوا. حوار الاغصان اللي خذنا الى محطات في حياتك، اختيارات، قرارات، واماكن مظلمه داخل القلب، ونوصلوا الان الى هذه الفقره. فقره القرارات، تفضلي. شكرا. كما تعود الجمهور الان هي قاروره، زوج قارورات، واحده فيها امنيه للوطن، واحدة فيها أمنية خاصة. خاصة. يلا علقيهم لنا هنا مثلا. نذكروا أنه في الحلقة الأخيرة نفتحوا هذه القارورات ونشوفوا واش كتبت سعاد بوعلي إن شاء الله. من أمنيات للوطن وأمنيات إن شاء الله. عاد نلقاوك بعد قليل في حوار الأوراق. شكرا. شكرا لك. نعم. انا كثرت عليه بالحس نحيهم، على بالي المخرج راه الحس ها. لا مش المخرج، ملتقط الصوت، مهندس الصوت هو اللي لعبتي. فوالا كوم سا ما نزيدوش نديرو. مرحبا بك، راكي تحت الشجره وفي حوار الاوراق.
مرحبا بك معنا. ما اجمل الاول. صعبه الميراث صعبه شويه في العمل. وي صارمة لانها بروف دو ميزيك بيرفكسيونيست. اعتذر علي. شكرا معنا الرابع. ما فهمت ابو صارمة. راني نسقسي فيه على بالي بلي صديق مقرب هو صارمة. تبغي العمل غافيني، تبغي الاتقان في العمل، تبغي. شكرا ربي يخليك. ما قلتيليش شحال من اغنيه؟ وعلاش عندك شحال من اغنيه؟ والله ما حسبتهم. بزاف بزاف صافي 40 طون 40 عام. ربي يبارك ان شاء الله. بارك فيك. راكي جده؟ جده مرتين. فخورة جدا جدة. وو دو فوا. ما شاء الله. فخورة. كيف يتبدل الاحساس كي تكوني جدة؟ اي بنت ام ثم جدة. جدة. واش يتغير؟ روعة. عندك واحد الاحساس تشوف باللي نجحت في حياتك نوعا ما. على الاقل من هذا الاتجاه. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ومسار كيفاش تقيميه؟ كنت نتمنى يكون فيه اكثر اكثر. أكثر واحد. أكثر إنتاج، أكثر شهرة، كنت نتمنى يكون فيها أكثر يعني. كنت وين تمشي يعرفوك الناس؟ لا في الطيارات أكيد أكيد، لكن كنت نتمنى أكثر يعرفوني في الجزائر. آه. شفت لك مؤخرا عندك فيديوهات في قنوات مصرية، رحت للقاهرة. رحت ثلاث أيام عرضوك في التلفزيون. عرضوني. هو أنت الحياتي. وأنا الحياتي. والله قناة اثنين درت حوارين. ايه شفتهم في الحمد لله. ما شاء الله مثلنا احسن تمثيل بلادنا ان شاء الله. وعلاش تعطلت باش رحتي للقاهرة؟ والله مكتوب مكتوب في بداية الامر. انا كنت صغيرة كنت نتمنى نروح للقاهرة، ولكن كانت عندي واحد الشحنة انني ما نروحش للقاهرة باش نغني مصري فقط. هذا اللي خلاني نروح. باش تغني يعني؟ بغيت تغني جزائري فهمتني؟ ايه. كنت مش عارف شويه خشينه في بعض الاحيان في هذه الحوايج. قال انا علاش لازم نغني مصري باش وهي لازم. شوف شوف المنطق. قالت لي في بدايه الحوار باللي انا اخترت في الثمانينات تغني شرقي. صح صح. لقيت في الجزائر الباب مغلوق على الشرقي. كي حبيت تروح للقاهره بغيت تغني شرقي. جزائري. لما حبيت ندق باب السيدة سعاد بوعلي، عيون بن يونس شكون هو في حياتك؟ كان ربي يرحمه ويوسع عليه. ربي يرحمه. هو كان أستاذي في هو المحد. كان مفتش في مفتشي التربية. قبل كان أستاذ في المعهد التكوين للأساتذة في التربية الموسيقية، وبعدها أصبح مفتش في التربية الموسيقية. للأسف توفى مؤخرا ربي يرحمه ويسعده. وكان وراء إنشاء فرقة موسيقية كان اسمها أنغام العربية. أنغام العربية. أنغام العربية. وكانت فعلا فرقة ممتازة. كان مع الموسيقيين خرجوا منها. أنا كنت سمي لي شكون؟ مولاي عبد النبي. مولاي عبد النبي. اسطنبولي. رقاد رياض. وها. هو كان إنسان أنا كنت قريب 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 بزاف ليه. انسان كنت قريب بزاف ليه. سي كان قمه. ما علمناش غير الموسيقى. كان مختص في التذوق الموسيقي. فوالا. كان موسوعه. نادر جدا هذا. لا كان موسوعه وكان يدير محاضرات في الجزائر في كل قطر. وما علمناش غير الموسيقى، علمنا حتى التعامل حتى الاخلاق حتى كان يتغافيني حنين. كان خلوق جدا. فقدناه مدرسه مضرينا كي مات. وعلاش هو مفتاح في حياتك؟ لانه يعني في بدايتي انا كنت في المتوسط وهو اللي كان عنده كان عندهم الفرقه. انا كنت نروح نقعد هكذا جوست باش نسمع. وكان 14 سنه 15 12 13. هو من زرع فيك الشرقي؟ زرع فينا الموشحات العربيه، زرع فينا الموسيقى الجميله، كل ما هو جميل من حيث الكلمات ولا اللحن. المفتاح الثاني عندي اسم وصورة. علاش هذا مفتاح ثاني في حياتك؟ هذا كان لي أب ثاني. كنت بالنسبة له بنت. كان أب لي وكان
هو اللي بزاف دفعني للميدان الفني اكثر. كان يتمنى انني نكون من المطربين الاغنيه الملتزمه، وفعلا غنيت. كتب هو اشعار باللغه الفرنسيه لانه كان صحفي في اساس، هو كتب اغاني بالفرنسيه وانا غنيتها لكن مترجمه بالعربيه. وعلاش هذان الشخصين مهم؟ وهذا مهم كثير لانهم شوف مسارين مختلفين. استاذ عيون كان بالنسبه للتدريس وبالنسبه للمهنه تاعي كمهنه، اما روابحي محمد ربي يرحمه كان خاصه من في الفن، في الفن كان بزاف يحب مرسل خليفه اميمه خليل، كان دائما وحب انه نكون ضمن مجموعه مثل هذه، لكن للاسف شافك نجمة؟ قبل ما شافنيش نجمه. في اي سنه توفى؟ ما شافنيش نجمه لانه توفى في 2010. لكن بالنسبه للعمل تاعو هو اختفى قبل، كان عنده ظروف. عندك اخبار على ملكه مداح مؤخرا؟ نعم كان عندي اخبارها لانها موجوده في باريس. على بالي باللي في باريس من سنوات. جاتني اخبارها عن طريق ساميه بن نبي لانها التقت بها وتشوف. ممكن تعطيني التليفون تلقاك عشان اجمل الاصوات في الجزائر. من اروع الناس اللي حبيت نتلاقاهم كي نجيبوها. اروع صوت. شوف هذيك كان شخصيتها ما عندهاش، عندها كاريزما خاصه. لا صوت رأيك. علاقتك في الوسط الفني شفنا ممتازة الحمد لله. أنا نظن أنني من المطربات اللواتي عندي علاقة جيدة مع الجميع. كل الفنانين والموسيقيين. احنا علاقة عمل. لا أنا نهضر على العلاقات الشخصية اللي بعيدا عن تلقوا في حفل. العلاقة تكلمي آخر مرة كلمتي فنان شكون ولا أرسلتي له رسالة؟ بارودي بخدا هو كلمني. شحال عندها؟ والله كلمني قال لي تسومي بالصحة إن شاء الله. نسلموا عليه ونقول له رمضان كريم إن شاء الله. الله يسلمك. ربي يبارك فيك. نسمعوا حاجة؟ أكذب عليك. على الست وردة يعني. أكذب عليك. على علاش كذب عليك؟ علاش سيدي كذب عليك؟ يا ودي روح برك. يلا علاش يلا يلا. حبيبي
ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. ميرسي. يعطيك الصحة جمال. يعطيك الصحة جمال. تشوفوا معاك ألبوم العيلة؟ يلا. شكون في الصورة؟ الوالد ربي يرحمه. ربي يرحمه إن شاء الله. عندها بزاف الصورة هذه. وي. الصورة الموالية. هذه الوالدة ربي يرحمها. كثير من الملامح نتاعها ملامحك. أكيد. فاش كنتي تشبهيها؟ والله في طيبة قلبها نظن. هذه مريم إيمان. إيمان هذو من جبتهم؟ ها؟ من جبتهم؟ بتواطؤ واحد السلطات المحلية. السلطات المحلية تاع بيتك. هذه نهار اللي مع مصطفى. مع مصطفى كي زادت مريم. ما شاء الله. كان أسبوع تاعها وجاك لها بالكوكس. ما شاء الله. هذه أمورتي. نادية سيرين حفيدتي حبيبتي. ما شاء الله، شحال عندك ما شتيهاش؟ واحد ست شهور. زيدوا نسمعوا حاجة قبل ما يروح. أم كلثوم. واش اخترتي لأم كلثوم؟ اخترت لك المقطع الرابع من أنساك. أخير. والله. والله. الحلقة الأولى بديناها شفتيها؟ يلا. أنت بديت المقطع الأول. أنا اخترت باش نختلفوا شوية. بين قوسين جينا جايين في السيارة معاها. قسما غنيت نفس المقطع بلا ما على بالي مش عارف. ازاي تقول انساك وتحول
شكون في الصوره؟ حبيبي حبيبي اسلام. شوف اسلام هذا كان عند من الصالون الصالون العلوي كي طلعت وما شفتينيش. عنده كان عنده 7 شهور تما يخرج موسيقي حطيته يعزف الان يعزف هو يعزف حاليا ما شاء الله. كي كان عنده 7 شهور حطيته في كديته معايا الحنوه شباب هذه 2007 حط صباعه مباشره يا مامي بموت فيها هذه. قالوا لي توفات توفات ملي توفات ما زدتيش ربيتي؟ لا. هذه مريم بنتي مريم وايمان في العيد تبان في العيد كيفاش عرفت؟ باينه راه توليت عليك ناديه سيرين هذه حفيدتي هنا كانت اصغر شويه كنت صغيره اموره دليهم شويه؟ اه كثير دائما ايمان ومريم اكثر من ايمان و لم لانهم صغار ما نقدرش نقول اكثر كل واحد عنده مكانه خاصه هذا حبيبي بين معاد. مطار هذا في مطار لانهم حاليا موجودين في عنابه في عنابه بالتالي دائما رانا في المطارات ناديه سيرين هذه في عنابه هذه الصوره هذا اسبوع قبل ما نروح للعمره الاخيره مع اسلام ابني اسمعوا حاجه يلا انا نفضل اذا كان سمحت يغني معايا جمال اغنيه هديه لك تغني تغني يلا امر امر فسل العالم معنى الحب ورؤاله عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسل العالم معنى الحب ونشاوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفايه تكون انسان في زمان في طيبه القلب تتعيب يا يا طيب الله ما اطيبك لانك طيب تستاهل ما شاء الله. في عيد ميلادك التقيت بك وبه وسمعتكم تهضروا على اغنيه بيناتكم سمعوا لك ما كملتش ما هي كمل كونفينمون لا 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 ما قبل كونفينمون عيد ميلادي في اكتوبر تصور من اكتوبر بصح كملت انا عمالي كملت هو يلا طم سمعوني زعما بينوا لي باللي كملت انا نعرف غير نعرف ونيكس ويزي بيتي واحد ما سمعها واحد ما سمعها حتى انا ما سمعتهاش سمعتها يهضروا عليها واحد ما سمع كلام قديم كلمات اعطاهم لسمير سطوف سمير سطوف عندها تقريبا 20 سنه حطت عندي وانا محتفظه بهم ما عرفتش كيفاش عطيتهم لي وعندك هكذا اغاني مكتوبه مخبيه والله لمن سليمان جوادي اغاني تاع سليمان جوادي تخليهم مخبيين في الدرج لا ما جاتش الفرصه انت بطيئه جدا خليت لك واحد العنوان انا بطيئه بخطوات ثابته انت بطيئه جدا إن قلت أهواك فإني أخدع عقلي أو قلت أكرهك ف
فإني أخدع قلبي إن قلت أهواك فإني أخدع عقلي أو قلت أكرهك فإني أخدع قلبي يا من زرعت الشوك في دربي يا من قتلت في صميم الحب قلبي يا من زرعت الشوك في دربي يا من قتلت في صميم قلبي حب إن قلت أهواك فإني أخدع قليل أو قلت أكرهك فإني أخدع قلبي. جمال شكرا لك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. سعاد شكرا. صحة سحورك إن شاء الله. قف في الأعداد المقبلة. إن شاء الله نشوفك. ربي يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. آخر مرة تدي الوردة هذه المرة. بدي. نفتحوا ألبوم المهني. يلا. يلا شجرة العيلة المهنية والأسماء. عرفتي تقريبا ألمع عصر العمالقة. أكيد. حبيبتي ليلى هذه. وشكون معها؟ كان معها المخرج الكبير بشير بالحاج. بشير بالحاج. ودعمر. ودعمر. حبيب الفنانين. بلاوي الهواري في هذه في باريس. مرحومة صباح الصغيرة. وعلي الخنشلي. وعلي الخنشلي ربي يرحمهم في زوج. هذه في قسنطينة. في قسنطينة. ما شاء الله. في قسنطينة. أنت هذه الصغيرة أنا اللي منها. أنا هذيك صغيرة. والأستاذ. الأستاذ عيون بن يونس. هذه في باريس موسيقيين كمال مولاي بارودي بخدا الباي بكاي عبد الله بن حمد بلاوي الهواري حبيبتي الزكية محمد حيوها حيوها كريم ان شاء الله نحترمها كثير ونحبها حبوبة كثير حبوبة كثير وقلبها ابيض طبعا فرقة الجواد معروفة اشتاق للجواد اني نحب نشوف المسرح من حين لاخر وهذه المسرحيه طبعا تاع العملاق تاعنا اكيد اكيد ربي يرحمه علولا ربي يرحمه ويوسع عليه عبد الله بن حمد الباي فكاهي وهذه ممثله قديمه هذه لقينا بعض الصور نشوف لقينا عندك البومات كم هائل من الالبومات ايوه الكينغ خالد الكينغ خالد كان يهدي لي الزهور كنت نغني في المسرح في المسرح هذا في مسرح في وهران كان هو ضمن الجمهور وتفاجات انه جاب لي زهور هداها لي ما شاء الله ما شاء الله فعلا لانه كان يقول لي سعاد ان نموت على صوتك عرفتي خالد عرفتي مامي عرفتي فتحيري في مسار الحمد لله نوصلوا لواحد الفقره معك سعاد ونعطيك هذه العلبه تفضل اوكي خذي العلبه فقط حاضر شديها في يدك مليح هذه العلبه لابواتا كيسو علبه الاسئله فيها سؤال واحد داكور من حقك تجاوبي ولا نرفض ومن حقك ما تجاوبيش انت واش تحب تجاوب ولا ما تجاوبش انا السؤال كتبته هيك الإجابة إن أردت حرية مطلقة وعدم الإجابة إن أردت نلقى السؤال بينك بين نفسك قراية وقري تجاوبي ما تجاوبيش نجاوبك يلا السؤال قالك السؤال أقرأ السؤال باش يعرفوا المشاهدين لماذا لم تحضري زفاف إيمان إيمان هي بنتي إيمان هي بنتي وأنا ما حضرتش الزفاف لأنني كانت إيمان صغيرة كثير وأنا كنت نفضل أنها تكمل قرايتها وبما أنني كانت كنت منفصلة مع الوالد تاعها ففضلت أني نطلب من الوالد تاعها ومن جداتها أنهم يعقلوها باش ترجع على هذا القرار اللي هو أن
رحت تزوج، وهما للاسف ما خداوش بالعين الاعتبار. انا كنت اتمنى انها تروح للجامعه وتكمل القرايه بصح مهم انك تحضري عرسها، وهما زوجوها بلا ما نحضر انا. لكن يعني القرار انك ما تحضريش انت قررتي؟ لا مش انا اللي قررت، كان غصب عني. انت والدي كانوا راضيين عن الزواج تاعك الاول؟ لا الوالد لا، الوالد ما كانش موافق، لانه كان فيه يعني من الجهه الثقافيه كان فيه اختلاف كبير. شكرا لك، كملنا معك حوار الاوراق. ما كليتيش هذاك الكسكس؟ لا دقت. ها دقتيه؟ لا دقته كسكس. لا كسكس، حلاوه كسكس. تفاجات انه كسكس هكذا يبان. هذا شو يقولوا لها في قسنطينه؟ قلب اللوز. لا في قسنطينه شو يقولوا لها؟ هي قلب اللوز. وهنا الشاميه، في وهران الشاميه وفي الغرب. راحت لي هريسه اللوز. هريسه اللوز فوالا راحت لي. مانيش مختصه فريمون في كل الاسماء. لا معليش، من خلالك السؤال ما كانش باش نختبرك انت، بقدر ما انه نعرفوا بثقافتنا الجزائريه. وهي حلوه اصيله جزائريه من وقت الدايات والبيات. هكذا جمهورنا نوصلوا معكم لختام فقره حوار الاوراق، نعود ونلقاكم في فقره جديده بعد قليل. مرآتي يا مرآتي، مرآة سعاد بعلي، مساء الخير. مساء النور سعاد. إذا توجب عليك الاعتذار، لمن ستعتذرين؟ لأمي. سعاد، أعرف أن عينيك تقول الكثير دون أن يتمكن لسانك من بالنطق بها، فما هو السر؟ والله ليس هناك شيء محدد، فأشياء كثيرة. سعاد، من يعرف أحوالك من نظرة عينيك؟ ابنتي إيمان. سعاد، ما هو الشيء الذي تتمني أن تنسيه؟ ليس هناك شيء بالتحديد، لكن يمكن عدم وجودي يوم وفاة والدي. لمن تبوح سعاد بأسرارها؟ أولادي. سعاد، إذا كان لديك عصا سحرية أو قدرات خارقة، فما هو أول شيء ستقومين به؟ مستقبل أولادي، أغيره بكثير. وماذا تتمنى سعاد لنفسها؟ الصحة والعافية والهناء. سعاد، من هو الفرد الذي ترين فيه توأما لروحك؟ لا أستطيع أن أبوح باسمه. من هو توأم روح سعاد؟ لا أستطيع أن أبوح باسمه، ولو أنني عرفتك وأنت أعلم وأدرى من هو. حبيبتي إيمان، أحبك. أحبك من كل قلبي يا روحي أنتي. يا عمري أنتي. إسلامي. ربي يخليك ويفضلك ان شاء الله يا ربي، يخليك ديما تاج فوق راسنا. امين حبيبتي، شكرا. شكرا لك يا سعاد. ربي يحفظكم. مرحبا بك سعاد في
وهو واش يعني انه صدمني وسالني شكون وراك. ان شاء الله ندخلونا في اوقات إن كان اخرى في العمر بقيه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لفندق رودينا على استضافتنا، الاستضافه الطيبه هذه، لكل العاملين به. نعطيكم موعد في العدد المقبل ان شاء الله، حنا كملنا سحورنا، الله يقنعكم. الى اللقاء في العدد المقبل ان شاء الله. شكرا لكم. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة فندق رودينا.